بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مهندس احمد. انا النهارده شخص مهم جدا عن ازاي ندخل قائمه السيف مود من خارج الويندوز قبل ما نحمل ويندوز بالعربي، مش من خارج الويندوز وهو شغال. هنشوف الشرح ده مع بعض ونرجع مع بعض تاني. معانا هنا جهاز اتش بي، كل اللي هنعمله نفتح زرار الباور، ندوس على زرار الباور، نستنى لما يقوم الجهاز. اول ما يجي على شاير ويندوز ويبدأ يحمل 3 ثواني، نروح دايسين تاني على زرار الباور، اهو فتح شاير ويندوز، اروح دايس تاني على زرار الباور دوس طويلة، اروح قفل معايا واروح فاتح تاني زرار الباور، ادوس باور تاني. لازم يجيب له وضع الريبير، أول ما يفتح الويندوز هنا يجيب له وضع الريبير، هاي كده أروح قافل تاني وأروح فاتح مرة تانية وانتظر لحظات هلاقيه المفروض فتح معايا وضع الريبير. إصلاح اللي أقدر من خلاله أدخل على نظام السيف مود. انتظر لحظات، أهو بصوا جاب لك اهو اوتوماتيك ريبير، ريبيرنج اوتوماتيك ريبير. انتظر على لحظات وبعد كده ندخل على قائمة السيف مود. هيجيب لك الشكل ده، تقدر تتحرك، نختار ادفانسد اوبشن، بعد كده انزل على ترابل شوتينج اللي هو ده ترابل شوت، بعد كده هدخل ادفانسد اوبشن، بعد كده هاجي على حاجة اسمها ستارت اب سيتنج، ستارت اب سيتنج تاني اختيار، هتلاقي هنا الشكل السيف مود هو بدأ يظهر كده، هقول له ريستارت، هتلاقيه بدأ يفتح على السيف مود. بس هيقول لي اختيار الأول، اختيار الأول السيف مود اللي انت عايزه، النظام اللي انت عايزه منهم، في كذا نوع سيف مود اهو. بصوا اللي انا محتاجه هو enable safe mode رقم 4، ادوس رقم 4 او ادوس رقم 4 في الكيبورد اللي هو ده، هروح اعمل restart تاني ومدخلني على safe mode. تمام كده دخلنا على safe mode. اهو وضع السيف مود كده، يكون دخلنا على سيف مود بمنتهى السهولة. دي الطريقة بتاعتنا، عرفنا مع بعض ازاي ندخل على السيف مود ووضع السيف مود ووضع الريبير. وضع الريبير هتلاقيه برضو في نفس الترابل شوتنج، بس مش هتختار السيف مود، تختار اوتوماتيك ريبير او تختار اي اختيار تاني بمنتهى السهولة. ده من خلال اللي انت اول ما تفتح جهاز الكمبيوتر على ويندوز 10 لو في مشكلة عندك عايز تصلحها وهكذا. لكن لو انت عايز تفتح من خلال شرحناه قبل كده من خلال ويندوز وعايز تدخل سيف مود، تفتح تدوس على زر الشيفت، شيفت اللي في الكيبورد، وتعمل كليك يمين، وبتعمل كليك يمين هنا على الباور، وتعمل ريستارت وتدوس على زر الشيفت وتدوس عليه لحد ما تعمل ريستارت، هتلاقيه مدخلك على سيف مود برضو، القايمة اللي فيها اختيارات سيف مود. بس يا جماعة كده خلاص درس النهاردة، واتمنى اشوفكم في درس جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.